البداية دائما بالأخبار المحلية، لكن قبل ما نروح لجولتنا الإخبارية أحب أفكركم بالتواصل معنا عن طريق الاسماس والرقم بيظهر أسفل الشاشة. شاركوا معنا برأيكم، هل تؤيد عودة مانويل جوزيه لقيادة النادي الأهلي مرة أخرى أم لا؟ ونروح لأخبارنا المحلية ونبتديها من النادي الأهلي. وفتحي مبروك بيستبعد جمال وفتحي وعبد الظاهر من قائمة الأهلي لمباراة الترجي. أعلن فتحي مبروك المدير الفني للنادي الأهلي قائمة الفريق المسافرة إلى تونس غدا الأربعاء لمواجهة الترجي السبت المقبل في الجولة الخامسة لدور الثمانية بالكونفدرالية الإفريقية. واجهت قائمة الأهلي كالآتي: في حراسة المرمى شريف إكرامي، أحمد عادل، مسعد عوض، في خط الدفاع سعد سمير، محمد نجيب، صبري رحيل، محمد هاني، حسين السيد، شريف حازم، شريف عبد الفضيل، وباسم علي. وفي خط الوسط حسام عاشور، حسام غالي، وليد سليمان، رمضان صبحي، مؤمن زكريا، عبد الله السعيد. وفي خط الهجوم إيفونا، جون أنتوي، عماد متعب. واستبعد فتحي مبروك كل من عمرو جمال وأحمد فتحي وصالح جمعة بسبب الإصابة، وأحمد عبد الظاهر لأسباب فنية. ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة برصيد 7 نقاط خلف النجم المتصدر برصيد 9 نقاط، فيما يحتل الترجي المركز الأخير برصيد 3 نقاط. ولسه مكملين أخبار النادي الأهلي وآخر صفقاته. والأهلي يكلف عبد الصادق وعرابي بحسم التعاقد مع رامي ربيعة. كلفت لجنة الكرة في النادي الأهلي علاء عبد الصادق المشرف العام على الكرة وهيثم عرابي مدير التعاقدات بإنهاء إجراءات ضم رامي ربيعة مدافع سبورتينج لشبونة. وانتقل ربيعة إلى صفوف لشبونة الصيف الماضي، لكنه لا يشارك بصفة أساسية مع الفريق البرتغالي. ووفقا للمصادر فإن لجنة الكرة أوصت بضرورة التعاقد مع مدافع من أجل تدعيم الخط الخلفي، خاصة وأنه لم يتم التعاقد مع مدافع حتى الآن. ونروح لآخر أخبار شيكابالا. وشيكابالا بيشارك في تدريبات الإسماعيلي بعد رحلة المغرب. يشارك محمود عبد الرزاق شيكابالا صانع ألعاب سبورتينج لشبونة البرتغالي السابق في تدريبات الإسماعيلي بعد عودة الفريق من المغرب عقب انتهاء دورة شمال إفريقيا. كان مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة محمد أبو السعود قد وافق على التعاقد مع شيكابالا خلال فترة الانتقالات الحالية على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قادما من صفوف الزمالك، الذي استطاع إنهاء أزمة شيكابالا مع سبورتينج لشبونة البرتغالي. وذكر الموقع الرسمي للإسماعيلي أن اللاعب سينضم لصفوف الدراويش مع بداية فترة إعداد الموسم الجديد عقب العودة من الراحة السلبية التي سيحصل عليها الفريق بعد انتهاء دورة شمال إفريقيا المقامة حاليا في المغرب. والزمالك يتلقى عرضا لمواجهة أتلتيك بلباو الإسباني وديا. تلقى نادي الزمالك عرض من أحد شركات تسويق المباريات من أجل تنظيم مباراة ودية للفريق الأبيض أمام فريق أتلتيك بلباو الإسباني خلال شهر سبتمبر القادم. ووفقا للمصادر فإن العرض الذي وصل للزمالك يقضي الحصول على مبلغ 150 ألف يورو من أجل خوض المباراة، بجانب أن تقام المباراة على ملعب فريق أتلتيك بلباو في إسبانيا. وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك إحالة العرض إلى الجهاز الفني بقيادة البرتغالي فيريرا من أجل حسم العرض ودراسته واتخاذ القرار النهائي الخاص بخوض هذا اللقاء من عدمه. مشاهدينا بنوصل لنهاية جولتنا الإخبارية الأولى وهي جولة الأخبار المحلية، ودلوقتي معدنا مع فاصل، لكن قبل الفاصل أحب أفكركم بالتواصل معنا عن طريق الاسماس والرقم بيظهر أسفل الشاشة. شاركوا معنا برأيكم، هل تؤيد عودة مانويل جوزيه مرة أخرى لقيادة النادي الأهلي أم لا؟ نطلع لفاصل ونرجع مرة تانية مع الأخبار العربية والإفريقية، تليها الأخبار العالمية. ابقوا معنا.